طيب، من ضمن الأخبار الأخرى اللي ممكن تكون هامة أيضا، وهو خاصة بأن كان في وفد من السفارة المصرية بالقاهرة، أو عفوا السفارة الفرنسية بالقاهرة، كان بيزور النادي الأهلي النهاردة، وكانوا حريصين أشد الحرص على تفقد المنشآت الخاصة بالنادي الأهلي، وكان من خلال طبعا اصطحاب الأستاذ أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي. الوفد الفرنسي كان بيضم كل من لويك دروسل وكولن بوثرولد والمغربي عادل سحريري، ودول يمكن تفقدوا المنشآت النهاردة وأبدوا إعجابهم الكبير بمنشآت النادي الأهلي خلال هذه الفترة. بالنسبة للمنشآت أكيد فيها تطور مستمر بيحصل، سواء في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وكمان إن شاء الله في القريب العاجل كمان مقر النادي الأهلي بالتجمع الخامس. في الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيسير في اتجاهات عديدة ومهمة جدا، سواء اتجاهات إنشائية، اتجاهات رياضية، اجتماعية. في الحقيقة هم بيقوموا بمجهودات كبيرة جدا، كل أعضاء مجلس الإدارة اللي حريصين بشكل كبير جدا على إرضاء أعضاء النادي الأهلي، مش بس أعضاء النادي الأهلي، بكل تأكيد كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. دي من ضمن الأخبار اللي كان